الإمامة الإمامة الصبر، مقاوم إيه؟ الصبر. تعالى كده، لما قابل في حديث مسلم سيدنا جبريل استقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، وأول ما صعد إلى السماء إيه؟ الدنيا، السماء الأولى يعني. من قابل عند السماء الأولى؟ آدم، سيدنا آدم. طب ومن قابل عند السماء الخامسة عند في نهاية المقابلة، لأن طبعا ليه مقام معين؟ إبراهيم عليه السلام. طيب قابل من؟ خلينا نقول كده واحدة واحدة. لماذا اختار أو اختص النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الذكر آدم إبراهيم عليه السلام؟ خليك معايا واحدة، موسى موسى خليها شوية، خلاص، وإدريس، إدريس تمام؟ ومين؟ وهارون، أليس كذلك؟ وموسى عليه السلام، واضح؟ ويحيى ويحيى طبعا عليه السلام، وعيسى ويحيى عليهما السلام، تمام؟ لماذا قابل اختص هؤلاء بالمقابلة واختص هذا بالمحاورة؟ بالمقابلة واختص هذا بالمحاورة، ليه؟ ليه؟ لماذا ربنا سبحانه وتعالى في سماء سماء كده يقابل من؟ سيدنا جبريل يعني النبي يسأل من معك؟ فيقال محمد هل بعث؟ فمرحبا بالايه؟ بالاخ الصالح. وليه لا ذكروا الاخ الصالح؟ لانه في حاجات لازم نقف عندها شويه. طب لماذا اولا قابل الانبياء دول يا شباب؟ لماذا قابل الانبياء هؤلاء؟ ما الحكمه يعني؟ كل عزم لا مفهوم غير العزم، مفهوم غير العزم. لماذا قابل هؤلاء؟ الإخوان السابقين في الدعوة، صبروا على منهم، صبروا وتحملوا هكذا، ها؟ بص يا ربنا سبحانه وتعالى لما قال فاصبر كما صبر أولي العزم، صح؟ فهذا علم، أليس كذلك؟ نعم. بقي أن يتلقى هذا العلم مشافهة من من؟ من الذين عاشوا هذا العلم. شوف يشوفهم بقى، لا يراهم، لان احنا قلنا لانه ربنا سبحانه قال لنريه من اياتنا، اليس كذلك؟ ده مقام الرؤيا، مقام المشاهده، مقام عين اليقين، عين الايه؟ اليقين. فكلما قابل نبي من اجل ان ناخذ خبرته، خبرته، واضحه الفكره ولا لا؟ في التعامل مع قومه، ويعلم أنه كيف تحمل في سبيل دعوة الله عز وجل أن يوصلها إيه؟ إلى دعوة الله عز وجل إلى قومه. نقطة مهمة جدا، يعني معنى صح، تعالى يا محمد ومر على هؤلاء وخذ من أفواههم ما تعرضوا له وكيف صبروا وكيف وفقوا. واضحة التوريث؟ أيوة التوريث بس المباشر. أيوة أرجو أن يكون كده، يعني التوريث نوعين، التوريث بالكتابة، واضحه الفكره دي، ولا يعني يكتب في كتاب وتقرا وهكذا، يسموه المعنوي. وفي توريث حسي ياخذ من الفم مباشره، فهذا التوريث عين اليقين. واضحه الفكره؟ ايوه واضحه دي يا فندم. ده بس ياخذها مباشره، بيسموها احنا اهل الاجازه والكلام ده كله، واخد بالك يعني السند بس مباشر. وش بقول لك عن النبي، عن جبريل مثلا، عن فلان عن فلان فلان، عن النبي، عن جبريل، عن رب العزه سبحانه وتعالى. فهو ياخذ مباشر، ياخذ ايه؟ مباشر. ودي نقطه مهمه جدا في ايه؟ في موضوع ايه؟ الصبر. ليه وقف مع موسى شويه؟ وليه سيدنا موسى رجعه اكثر من مره؟ ومن حكمه من التقدير يعني اللي راح ورجع. ليه سيدنا موسى بالذات يا شباب؟ ليه سيدنا موسى؟ لماذا ذكر؟ لماذا؟ عشان نساعدك في الاجابه. لماذا؟ على اليهود، عاتل اليهود يعني. عشان ندعي على اليهود يا اخي. ايوه عاتل اليهود. بص صلى على رسول الله. لماذا سيدنا موسى عليه السلام لما علم من ان الله فرض عليهم ها 50 صلاه خلاص؟ فيقول له رجعه اكثر مره ليه؟ وليه اذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا قصه سيدنا موسى في 42 سوره؟ ولماذا ذكر سيدنا موسى حوالي 157 في موضع؟ لماذا هذه القصة كثرت كثيرا في القرآن؟ لماذا يا شباب؟ لماذا يا شباب؟ نقل خبرتهم مع اليهود، خبرة. لماذا خلق الله اليهود يا شباب؟ هل في حكمة ولا؟ في حكمة في خلق الله عز وجل اليهود؟ خلص عليهم. الإمام ابن القيم
له يعني لفتات جميله في حته ان هو خلق الله عز وجل. لماذا خلق الله عز وجل اليهود يعني؟ اولا يا اخوانا في هذه الرحله الطيبه رحله الامامه لم يحترم اليهود مقام الالوهيه ولا مقام النبوه ولا لم يحترم اليهود لا مقام الالوهيه ولا مقام الربوبيه ولا مقام النبوه. فنزع الله عز وجل منهم الخلافه وسلمها لمحمد صلى الله عليه وسلم. وحكى موسى عليه السلام تجربته مع بني اسرائيل في الحديث صحيح صحيح مسلم: واني قد جربتهم. واني قد ايه جربتهم، يعني في تجربه ليا معاهم كبيره. خلي بالك وعالجت بني اسرائيل. احكي لك قصه، مش قصه يعني، ابن القيم على تعليق جميل قوي. بلوه كبيره هو. والله بلوه كبيره جدا. الحمد لله ان هم ما وقعوش مع الصعايده في مكان واحد. كما يسلموا يعني؟ لا وجعوا ودبحناهم. طيب. وانت نسيتني اقول ايه بتروح؟ اذكر الله. ابن القيم بيقول ايوه، ابن القيم بيقول كلام جميل جدا يعني في هذا المقام. بص بيقول سيدنا موسى عليه السلام، خلي بالك ألقى الألواح. خلي بالكوا يا شباب، واحد يقول لك أم ألقى المصحف كده، كفر ولا مش كفر؟ إيش بقى يطلعوا في الآخر وقالوا كفر ولا مش كفر؟ من الرجل كده. خلي بالك وأخذ برأس أخيه يجره إليه وهو نبي مثلي، أليس كذلك؟ خلي بالك بس النقطة اللي أنا أقولها دي، لأنها نقطة فيصلية في التعامل مع من يعمل لدين الله. قال ابن القيم: وتحمل الله منه ذلك لأنه وقف مقام في مقام أمام أعدى أعداء الله وأطغى الطغاة، وبنفس النص كده وأكفر الكافرين، وعالج أمتين، القبط وبني إسرائيل. يعني يقول إيه؟ يكفي كده، تمسح كل إيه؟ ذنوبه. وما نحن ما زلنا ننال من الذين وقفوا هذا الموقف، مثل هذه المواقف، أليس كذلك؟ والله في بعضنا الفراعنة وبني إسرائيل في بعضنا بينال ممن وقف مثل هذه المواقف نصرة لدين الله. لكن الله تحمل من موسى عليه السلام ذلك لأنه وقف أمام أكفر الكافرين، ولأنه عالج أمتي بني إسرائيل وإيه والقبط. والله يا أخواننا لو قرأت سورة البقرة، ولا كان في نصيب إن شاء الله نبقى نتناولها، والله والله تشعر أن الله عز وجل يدلل بني إسرائيل، يدللها في سورة البقرة. حاجة غريبة، هي سورة الخلافة، يعني كيف نزع الله عز وجل الخلافة منهم وأسباب ذلك، عشرة في عشرة في عشرة. مهم يعني تجي تشوفها، ولماذا سلمها أمة مريم محمد صلى الله عليه وسلم، أمر كبير يعني. على المهم المقاوم الثاني مقاوم اللي هي الصبر، بس يتحول إلى عين اليقين. اليقين واضحة الفكرة ولا؟ كيف يتحول الصبر إلى عين اليقين؟ المربين والدعاء كيف يتحول الصبر إلى عين اليقين؟ خلي بالك الله عز وجل لما أنزل سورة الأحزاب، الأحزاب المؤمنون، ماذا قال المؤمنون؟ قال المؤمنون ها؟ هذا ما وعدنا الله إيه؟ وعدنا الله علم اليقين. خلي بالك هذا ما وعدنا الله إيه؟ ورسول، وصدق الله ورسوله عين اليقين. وما زادهم إلا إيمانا لأنهم جمعوا بين العلم والمشاهدة. واضحة الفكرة دي ولا؟ نقطة مهمة جدا. ولذلك نحن لما نرى العالم تكالب علينا نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يزيدهم إيمان وتسليم، يزيدهم إيمان وإيه؟ وتسليم، مش يزيدهم خورا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ولم يحدث ذلك يعني، لكن زادهم إيمانا وإيه؟ وتسليم. يبقى تحول الصبر من علم اليقين إلى إيه؟ إلى عين اليقين. واضحة؟ طبعا حق اليقين لما يرى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في الجنة إن شاء الله. واضحة الفكرة ولا؟ لأن المقام اليقين مقام ثلاثة: علم وعين وإيه؟ وحق. علم وعين ها؟ وحق. ونرجع للنقطة الثالثة وهي من مقومات الإمامة التي تسلمها محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وهو اليقين. وهو ايه؟ اليقين. تعال بقى علم اليقين
ربنا سبحانه وتعالى أخبره عن الجنة صح، أخبره عن النار صح، أخبره عن كل حاجة، لكن رأى وأهل الجنة يتنعمون، ورأى أهل النار وهم يعذبون، واضح. ومن مقاصد تربية الله لأنبيائه وأوليائه أن يحولهم من علم، أن يرتقي بهم من علم اليقين إلى عين إيه؟ اليقين. كلامك حلو قوي على دماغنا ورأسنا، لكن قل لنا ما يؤيد ما تقول. قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يعني أولم تؤمن بعين اليقين، قال بلى آمنت بعلم اليقين لكن أريد أن أشاهد عين الإيه؟ اليقين. واضحة الفكرة ولا لا؟ فهذه من تربية الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه، واضح؟ أنتوا كنتوا تسمعوا عن حاجة اسمها الفساد، لكن رأيتم عين الفساد؟ فلما رأيتم عين الفساد قلتم، قلتم ولا ما قلتوش؟ عين اليقين، علم اليقين. يبقى من مقاصد تربية الله لأنبيائه وأوليائه أن يرتقي بهم من علم اليقين إلى عين اليقين مع إبراهيم عليه السلام. موسى، حد يتذكر الآيات؟ الإخوة الحفظة يتذكر الآيات؟ ها، في عين اليقين مع موسى عليه السلام، خذها ولا تخف، ها سنعيدها سيرتها الايه للاولى، يعني هو كان بيعمل له ايه عمليه التدريب الاولى، بحيث لما تطلع العصا حيه فاو عشان الانزعاج ده والخوف ده ما يظهرش امام العدو، فربه اول وساعه ايه يدربوا عليها، وساعه لما يجي في الملاقاه يبقى الامر اصبح ايه واضح. واضح الفكره ولا لا؟ فارتقى به من علم اليقين الى عين الايه اليقين. وانا قلت في موقف في موقف المؤمنين هكذا ايضا، حولهم والتقى بهم من علم اليقين الى عين اليقين، وهذا ما يجب ان ينتبه اليه المربون. مثال يعني لو كلمنا الاخوه بعضنا على التسبيح وهو علم، سواء قلت بقى تسبيح وهكذا، لكن لما يجد واخبر حياتك شيء ويلاحظ بعينه هذه الرؤيه ان في شيء كثير جدا بيسبح، زي اللي بقى بيجيبوها الافلام اللي هي كيف يسبح، لان الدكتور زغلول نجار ليه كتاب اللي هو تسبيح الكائنات او حاجه زي كده، لما يرى بقى تسبيح الكائنات يتحول من علم اليقين الى عين اليقين ولا؟ هذه الدرجه مطلوب من المربين والعلماء وهكذا الارتقاء به. يبقى احنا قلنا خمس مقاومات يا دكتور حمدي، المقاوم الاول العبوديه، والمقاوم الثاني الصبر، والمقاوم الثالث اليقين، صح؟ خمسة من مضبطين، خمسة ولا ستة؟ ولسه لسه تنتين، لسه تنتين، عنده الضمائق الثلاثة بيبقوا خمسة لغاية لما يجوا. المقاوم الثالث، المقاوم الرابع، وهو الاستجابة من تجارب السابقين. الاستجابة من تجارب السابقين، حد يذكر لي كيف استجاب، يعني استفاد من تجارب السابقين؟ ودي المقاوم الايه؟ ها؟ كذلك المثبت به فؤاد. الاستجابة من تجارب، لاحظ، من تجارب السابقين في التعامل مع الأنفس، مع الأنفس. أيوة، تجربة سيدنا موسى مع مين؟ بس هو قال كلمة جميلة جدا جدا، يعني قال إيه؟ قال أنا عالجت بني إيه؟ إسرائيل، لأنه خلي بالكم لما فرضت صلاة على بني إسرائيل لم يقوموا بها، لم يقوموا إيه؟ بها حق قيام. فقال تجربته، والنبي صلى الله عليه وسلم استمع ذلك، خلي بالك، ولما طبعا رجع أكثر من مرة وهكذا، ثم قال بنفس النص كده في صحيح مسلم، استحييت من ربي، خلي بالك، أرضى وأسلم، أرضى وإيه؟ يعني إيه؟ يعني أنت بذلت كل المجهود اللي عندك وفي طاقتك، أرضى وسلم، خلي ديش عارف حياتك، أرضى ها؟ وأسلم. لو أنت عشت الحاجات دي بعد بذلك قصارى جهدك أرحت نفسك، مش عارف الحياة يا شباب، أرضى وإيه؟ والله ختم حديث صحيح مسلم بنفس النص كده، أرضى وأسلم. كلنا مفروض بعد بذل كل ما في طوقنا ووسعنا نقول إيه؟ أرضى وأسلم، وخاصة في التعامل مع النفوس البشرية.
وخاصة في التعامل مع النفوس الايه البشرية. هذه النقطة هي النقطة الايه التجارب. التجارب في الدعوة او في اقامة الدولة. ركز في الكلام اللي انا اقوله. التجارب في الدعوة او في اقامة الدولة استفيد من النتاج الانساني. مثال ملكة سبا كانت ذكية جدا صح؟ ذكية شباب ولا؟ أوتيت من كل شيء. يعني وربنا سبحانه وتعالى قال حاجة كده وكانت من قوم الايه؟ كافرين يعني راسخين في مناسبة كده التعبير بالجملة الاسمية انها كانت من قوم الكافرين يعني راسخة في الايه؟ هو دايما التعبير بالجملة الاسمية كده يدل على الرسوخ والتمكن يعني. يعني مش عارف عند المصريين كان يقول لها فمثل يعني عندنا كان يقولوا ايه كافر ابو برنيطه مش عارف دي حسن يعني ايه بس ايه كافر ابو برنيطه دي يعني قمه الكفر قحه اي والله المهم يعني قالت قاعده تاريخيه في قمه الجمال ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا أعزة أهلها أزلة قال الله تعقيبا وكذلك يفعلون. هي كفرة ولا مش كفرة؟ كافر. طب ربنا لماذا أقرها على هذه الكلمة إنها كانت من قوم كافر؟ لا هنا إن الملوك إذا دخلوا قرية بمعنى إيه في التفسير؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة أي استعمروها ماذا فعلوا؟ ها جعلوا لا جعل أعزة أهلها إيه؟ أذلة. يعني الناس اللي هيعرضوهم لازم يزلوهم ولازم يطلعوهم بره أو يقتلوهم. يعني هم يحطوهم في ثلاث حاجات حاجة من ثلاثة يعني لا إما في القبور لا إما في السجون لا إما في المطار ويطلعوا لا هو غير كده ما ينفعش. ليه بقى؟ لأنه ما يعرضوهم. قالت قاعدة تاريخية في قمة الجمال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الله هذا قول الله تعقيبا وكذلك إيه يفعل. يعني ربنا بيعلمنا بيقول لنا إيه من قال كلمة حق وإن كان متأصل وراسخ في الكفر فاسمع التجربة واستفد منها. ممكن ولا لا؟ الحكمة أيوة أنت ما شاء الله الحكمة ضلت المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس إيه بها واضحة الفكرة أو أحق بها واضحة الفكرة يا شباب. تجارب تجارب في الدعوة في نشر الدعوة أو تجارب في إقامة الدولة واضحة الفكرة ولا لا؟ يعني جميع تجارب الناس في مواجهة الانقلابيين لابد أن تدرس لنا تدرس لنا ونفهمها كويس وكيف نتعامل معاهم. إن لم نفعل ذلك إذا كان في خطتنا إن إحنا نقيم دولة ولم نفعل ذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فنحن أثمين. من تاني إذا كانت من أهدافنا أن نرتقي إلى مقام بناء الدولة وإقامتها فلا بد أن نفعل ذلك عبودية وصبر ويقين والاستفادة من خبرات السابقين. واضح؟ واستجابة الخبرات السابقين إزاي؟ ندرس جميع من حدثت لهم مثل ما حدث عندنا ونستفيد منه وكيف نوظف ذلك في هدفنا ومقصدنا. واضحة يا شباب؟ طب وإن لم نفعل ذلك فنحن آثمون لأننا نحن ندرس ويدرس لنا ونحن لسه صغار ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب والواجب من يثاب فاعله ويعاقب او ياثم تاركه صح ولا لا يا اخوان؟ يبقى الاستجابه من تجارب الايه السابقين. وانظروا في كل دوله حدث فيها مثل ما حدث لنا ولا بد ان نجلس عليها ونحللها وتعالى ننزل نشوف صفاتنا وامورنا وازاي نتعامل معاها. واضحه الفكره دي؟ واضحه الفكره دي من قصه سيدنا موسى مع مين؟ سيدنا محمد في الحديث الصحيح صحيح ايه مسلم. واضحه الفكره ولا لا؟ واضح يا اخواننا الكرام. هذه نقطه من النقاط الهامه. النقطه الخامسه عشان حسن وقوله حسن ده يبقى العبوديه واحد صح والصبر اثنين واليقين ثلاثه والاستجابه اربعه. طب والخامسه؟ طب وايه اللي هيوديها هنا دي؟ لا دمياطي بقى يا ماشي فرقه بالصبر. شوف عامل ازاي يا الصبر داخل بعض. مش قلت لكم مش هتشتغل بس هتقولوا انتوا هترموها انتوا حرين. واضح ان انا قلت لكم في الاول ان هي مش واضح ان ده مش امس ابوها. ها
مش قلم سبورة ده. مش قلم سبورة. هو واضح أصلا من أول خطوة. في حتة فاضية في النص. في حتة في النص. بس أنت الجايزة أنت الجايزة. في حتة فاضية كتير. فحتة ضفاية هذه حلوة والله. استخرج الخمس نقاط مع السبورة. طيب تعال للنقطة اللي هي الخمسة. وهي أنا بعتبر دول يا شبابنا يا إخواننا الكرام دي سبب يأخذ به العبد أليس كذلك؟ ودي سبب يأخذ به العبد ودي سبب يأخذ به العبد ودي سبب يأخذ به العبد واضحة الفكرة؟ يبقى مقام الرب وهو التأييد الإله وهو الإيه؟ تأييد الإله لأن أنا خدت كده خلاص أنا ده متفوقي وبذلت وجريت وشفت ودرست وعملت طب لسه حتة واحدة بس هي دي الحتة التوفيق بقى هي التوفيق الإلهي وتعالى مقام التوفيق كيف ارتقى أنا توفيق وتعالى تعالى مقام التوفيق كيف ارتقى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وكيف وفقه في الاختيارات التي تعرض لها كم اختيار تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم أول اختيار لما عرض عليه جبريل يختار اللبن ولا الخمر اختار إيه العسل اللبن اللبن طبعا شوف الاخوه اللبن اللبن اختار ايه يا اخو اللبن اللبن اخترت الفطره فوافق فوفق في الاختيار من الذي وفق الله لانه قام بمقام ايه العبوديه يسلم نفسه ليه واضحه الفكره دي ولا ولذلك اختار اللبن هنا الفطره وكان موفقا فيه من اجل اقامه هذه الامه على خير قيام صلى الله عليه وسلم بس وفق بذلك التوفيق الثاني التوفيق الثاني يا شباب هو التوفيق في اختيار اللبن تمام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صعد في براق أليس كذلك ما أين ربط البراق صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول لك ربط البراق في مقام الذي ربط فيه الأنبياء وكأنه يقول وأنا أسير على نفس السير الذي صار عليه من قبل من الإيه فوفق أنا هذه اللبنة أيوة هنيجي لنقطة اللبنة واضحة الفكرة دي يا شباب يبقى وفق في ربط البراق في المقام الذي ها قام فيه وربط فيه الإيه الأنبياء واضح هذا التوفيق الثاني طبعا حياتي كلها توفيق يعني بلا شك لكن المقام الثالث الذي وفق فيه وهي محاورته مع موسى عليه السلام واضحة الفكرة دي محاورته مع موسى في ايه؟ ها؟ في موضوع الرجوع في موضوع الصلاة لأننا كانت 50 على النهاردة لما يجي نشوف بلادنا ونجي نقومهم من الفجر ولا الصلاة والكلام ده تبقى ايه ده تقيل عليه قوي بس طبعا ماتش محمد صلاح لازم من بدري ده محمد صلاح صح ولا لا؟ لازم من بدري يكونوا مجهزين نفسهم يعني حتى ممكن يغيب يوم الدراسة لكن لما تيجي تقومه بتعمل بتعرف الاسئله دي اللي اسمها اللي احنا لا العتله دي ولا شوف بقى يا حسن الحاجه اللي احنا نرفع بيها العتله دي الولد عشان يقوم يصلي يعني ايه وكانك بتحتل معاه فعلا لا يا عم فعلا في ايه بالظبط في ولاد عايزه ونش اهو ونش اهو جاب اللي عنده يعني الصعايده لما يطلعوا ونش الضميطه يعملوا ايه مش عارف المهم يعني ففيش الحب ده كيف يورث واخد بالك لكن وفق لما كان لو كانت هي خمسة بس صح ولا لا لما كانت 50 بقى يبقى معنى في والله انا نفسي تفكروا في هذا التفكير الجيد هذا الحوار الذي قدره الله عز وجل ما بين موسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اجل ان تكون هذه الامه في رفعه في رفعه وفي قرب من ربها سبحانه وتعالى التوفيق احنا قلنا كام ثلاثه أما عماد ما بتاعت تعيد الأول لبن. اللبن والثاني الحلق والثالث خطب الله عليه وسلم والرابع والرابع يلا يا شباب إيه الرابع رجوع جبريل ما عندوش في الصعيدة حل التسليم الرابع لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش يحكي لهم ما حدث في هذه الرحلة والمعجزة تصديق تثبيت خلي بالكوا بقى ماذا قالت له قريش كذبت استغربت أو قريش يعني واستبعدت هذا الأمر وراحت لأبو بكر الصديق أرأيت ما يقول صاحبك خلي بالك أرأيت ما يقول صاحبك يدعي يزعم
أنه ذهب إلى مش كده ولا إلى بيت المقدس لا لا في ليلة ونحن نسير فيها مسار إيه مسار شهر صح ولا قال قد قال إن كان قد قال فقد إنه يقول للخبر يأتيني من سماء وصدقه شفت بس الميزان والمعيارية يعني بيجي لي أصعب من ذلك وصدق يبقى الأقل مصدق أخذ الوسام خد الوسام وسام الصديق أيوة لا خلاص لا بس هو اعطلنا معيارية جميلة قال إذا كان أعظم من ذلك وأصدقه فالأقل مصدق إيه الجمال ده لا لا ده بوكر ده حاجة تانية خالص حاجة تانية أو وخد بالك فهنا إيه في الحتة دي الله عز وجل دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يريه إيه البيت المقدس خلي بالك فأراه الله البيت المقدس وأيده بذلك الحديث بيقول ما كربني كرب أيوة ما كرب فعلا ساعة سألوه هو مش فاكر ابن الدين كانت ليه فبيقول ما كربني كرب ولكن جاء جبريل به صحيح يعني شوف التأييد الإلهي يا اخوانا مشكلتنا ان احنا بنخرج ربنا من معركة الحق والباطل والله والله بعضنا يعني بعضنا مش مصر. بعضنا والله بيفكر ان هو في المعركة هو بينه وبين فلان بس اين الله اين الله في هذه المعركة والله 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 ما ارسل الله نبيا او وليا او عالما في مقام إما الحجة والبيان أو السيف والسنان إلا وكان معه الرحمن والله خلي بالك لما موسى عليه السلام قال لا 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 يعني هو قال إيه في حتة النوم إني أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ماذا قال الله لا تخاف إني معكما أسمعوا إيه كيف أرسلكما وأترككما سبحان لا لا أنت بتكلم في إيه يعني أرسلك وأتركك يا أخي حتى قارنها بمقام الحياة لو أن رئيس دولة من الدول يرسل سفيرا يترك السفير ولا يبقى في حماية الدولتين الدولة المرسلة والدولة إيه المستقبل أليس كذلك يا شباب؟ فما بالك بمقام الرسالة المحمد ومقام بمقام الرسالة الموسمية اللي هي موسى عليه السلام مقام واضح الفكرة؟ وزي أحد الإخوة الأستاذ بنا رحمه الله رحمه الله أستاذ بنا دعاء إخوان بورسعيد بورسعيد طبعاً قريبة من الأولاد على رجل حسن فنعم أي عمده بورسعيد والأستاذ بنا أصابه برد شديد جداً جدا جدا أقعده وخبلك حتى لم يستطع جسده أن يحركه صحيح يعني وبلغت درجة الحرارة حوالي فوق 41 درجة وهكذا يعني فقال للإخوان شيلوني خلي بالك وضعوني في السيارة قالوا نعتذر لإخوان بورسعيد قال كيف ما كان لي أن أفعل ذلك إخوان بورسعيد جهزوا نفسهم وجمعوا ومش عارف إيه وبتاع ويبدو أن بورسعيد برضو كان لها مقام عند الشيخ يوسف يعني المهم يعني ففعلا حملوه وضعوه في السير وقال اذهبوا بي قبل المحاضرة كانت بعد العشاء واجلسوني في المسجد ما بين المغرب والايه والعشاء يعني شيلوني كده حطوني في السيارة وبعد كده ما تيجي تنزلوني شيلوني حطوني فين في المسجد واتركوني سيبوني يعني فقام البنا رحمه الله رحمة الواسعة في هذا المقام وقال يلح على الله عز وجل أن يخفف عنه ما أصابه من حرارة فقال وبعد أن أذن المؤذن لصلاة العشاء وصلينا العشاء فقمت وأمسكت الميكروفون فقال والصوت محبوس ولا أستطيع أن أخرج صوتا واضح؟ فبقول عندما بدأت بسم الله الرحمن الرحيم بدأ الصوت ينفرج واحدة واحدة كده واحدة واحدة حتى انفرج الصوت وخرج الصوت هذا مقام يا أخوانا أيده الله عز وجل فيه سماه بعض الدعاء دواء الدعاء دواء الايه؟ يعني واحد تبقاه خلصان وتعبان ومتعب لما بيروح في وسط الإخوان يبقى زي الحصان صح؟
زي الحصان صح؟ مزبوط. والله زوجته تقول له الوقت هتروح على الأخ حسن عدى عليك وتبقى زي الحصان، لكن لما تقول لك روح هات كمون وشاي تبقى تعال. يعني أقصد اللي بيسموها دفء الدعوة، دواء الدعوة. دواء إيه؟ الدعوة دي لها دواء مناسبة خاصة، لا والله لا يباع في صيدليات، خلي بالك، ولا يكتب في كتب. اسمها دو... صيدلية ربانية. ايوه شوفها عندك انت كده مسمى يعني صيدلية. طيب يعني خليكم، لا بجد والله، دواء الدعوة. دواء اللي ايه؟ الدعوة. والله يحكي الاستاذ الشيخ عبد القادر الخشني، مش فاكر بيتكلم في ايه، فبقول انا ياتيني في كل سنة يعني تعب شديد جدا لا يستطيع ان يتكلم، بيقول كده يعني مش قادر اتكلم خالص. فبقول اخ حمد السيوطي، حد يعرفه اول؟ حمد السيوطي. المهم يعني فبقول ايه، الاخ حمدي دخل عليا والاستاذ الدكتور محمد بدال جالس جنبي كده والاخوه بيزوروني وانا مش قادر اتكلم، ما بتكلمش اصلا، مش قادر اتكلم خلاص. فبقول الاخ حمدي قوم يا شيخ يلا عندك محاضره. فالدكتور بدال بص له كده قال له في ايه ده الراجل مش قادر؟ قال له قوم يا شيخ واقعد في وسط الاخوه والكرسي كده اهوتي في وسط المسجد بعد ما نصلي واعمل كده واحنا نقول الاخ مشاهد خلاص. فأمن قايم وشايله وده في المسجد وقعده في المسجد ويقول وانا قاعد اتكلم لسه يعني. فبقول ما بتكلمش اصلا، اللي اتبنى عنه الصوت تمام صحيح يعني ما لا اتكلم. فبقول يا اخويا وقعدت اعمل كده اتكلم وابدا ومش عارف ايه، وبدا الصوت ايه يطلع واحده واحده. بقول يا اخويا وما شاء الله اتكلمت ساعتين وبعد ما خلصت رجعت لي الحاله ثاني. دواء الايه؟ الدعوه. وانت تلحظها من موقف منفع غزوه الاحزاب. موقف من؟ قم يا حزين. فقمت وكأني في حمام. يعني ايه في حمام؟ كان برد شديد جدا. يعني جاله دفء الايه؟ دفء ايه؟ الدعوة. يبقى في صيدلية الدعوة على الدكتور حمدي وفي في دفء الدعوة يعني، وفي بطارية الدعوة. المهم يعني وحب الدعوة. وحب الدعوة. بلاش الحب ده هنا. حب كده. المهم يعني الأصل حبه. المهم يعني ففي دواء الدعوة. دواء الايه؟ الدعوة. كلنا نحرص عليه ودي حقيقة يعني. حتى الاخوة والله في عندهم مرض شديد جدا جدا جدا، بس يقول له ايه شلني ورميني بس في وسط الاخوة، صح ولا لا؟ فدواء الدعوة ده احرص عليه وكبر حضرتك. ولذلك نحن في نعمة كبيرة جدا والله، بس الله سبحانه وتعالى يثبتنا عليها وألا يحرمنا منها. وأسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا إخوانا العاصرين المتقابلين في جنات النعيم زمرا إن شاء الله. كل واحد ركز يا شباب. وقراءة سيدنا موسى حضرتك. أيوة تفضل. قال لا تخاف إنني معكم. إنني معكم؟ أي لا مش إني يعني. إنني معكم. ذكر إنني يعني. ماشي حبيبي. ها؟ لا تفرق. إنني معكم أسمع وإيه؟ وأرى. لا يعني معكم، أنا أقصد إيه؟ يسموها معية التأييد والنصرة. معية التأييد وإيه؟ والنصرة. دي مضمونة. نرجع لها تاني اللي هو ايه المعنى ده مهم. واضح؟ فمن وجد في نفسه ضعف الله يقويه، ومن وجد في نفسه مرض فالله يشفيه. اسمع يا دكتور، الصناعة الربانية تصنع على عينك. نعم. انا اللي بصنعك. نعم. جزاك الله خير. التربية والصناعة وهكذا هي ديت مقام رباني، نسأل الله سبحانه وتعالى ان نصل اليه في حب يعني. يبقى مقام الإمامة يا شباب له جهد بشري وتأييد رباني. الجهد البشري العبودية، الصبر، اليقين، الاستفادة من تجارب السابقين. واضح الفكرة؟ والتأييد الإلهي والتوفيق الإيه؟ الإلهي. من جمع بين ذلك جمع بين الإمام. ولذلك قال الإمام ابن تيمية بالصبر واليقين تنال إمامة الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما وكانوا بآياتنا. الله أكبر. واضحة الفكرة ولا لا؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة إيه؟ بالدين. ما ينفعش الواحد المستعجل في الدعوة دي، ما ينفعش المستعجل. ولذلك الأستاذ بنا قال له يعني، صح ولا لا؟ من كان معي حتى إيه؟ تغرس البذرة. لا تغرس البذرة، صح ولا لا؟ ثم تخرج إيه الساق، ثم تنمو الأوراق، ثم تخرج الثمرة، ثم تنضج الثمرة. من كان معي في هذا فهو إيه؟ فهو معي على هذا الطريق يعني، ونحن صحبة في هذا الطريق. لكن اللي يستعجل يا إخواننا لا يحصل على شيء، أي شيء. واضح الفكرة ولا لا؟
فدي نقطة مهمة قوي، الصبر. يبقى هنا كلها مقام العبودية والصبر واليقين، ها، والاستفادة من تجارب السابقين والتأييد الإيه؟ الإلهي، التأييد والتوفيق الإلهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا إياه. قل أمين. آمين. مقام هذا المقام الشريف وهذه المعجزة الكبيرة أراد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، والمؤمنين معه، أن ينتقل محمد أولا من مقام علم اليقين إلى مقام عين اليقين، من مقام النظرية إلى مقام المشاهدة. وقد كان، ولذلك يا أخواننا في هذه الرحلة الطيبة وهذه المعجزة أفاض الله عز وجل على قلب محمد النور من نوره، نور من إيه؟ من نوره. ولذلك لما يقول في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا إيه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من إيه؟ إيه الذنب اللي عمله؟ أحسن تعبير آل العز بن عبد السلام سلطان العلماء قال إيه؟ قال كمال جميل، قال لما كان في مقام حضرة الألوهية بلغ مقام النور الكامل، ثم لما نزل الأرض بدأ النور ينتقص بمقام الأرض يعني، فلذلك يعتبر ذنبا. واضح الفكرة ولا لا؟ مقام كبير قوي، مقام كبير جدا. أفاض الله عز وجل عليه إيه؟ نور من نوره سبحانه وتعالى. في هذه في الملأ الأعلى، فما بالك مثلا واحد يسأل يقول لك ما بال القائمون بين يديه في السحر وجوههم تضيء في النهار؟ قال لأن أفاض لما قاموا بين يديه أفاض عليهم نورا إيه؟ طب هذا في الأرض، ما بالك بقى اللي صعد في الإيه؟ في السماء. واضح الفكرة يا أخوانا؟ يعني مقام النور الكامل ده في الملأ الأعلى ده والتشريفة ينزل شوية لازم ينقص، شيء طبيعي جدا، مش كده ولا لا؟ فيستغفر من هذا الإيه؟ المقام، لأنه بلغ مقام عالي، بلغ مقام إيه؟ عالي. فلذلك لابد أن يكون لنا هذه الوقفات مع الله عز وجل حتى يفيض علينا نورا من نوره، وحتى يعني يؤيدنا سبحانه وتعالى إيه؟ بتأييده وتوفيقه ونصره وتمكينه. واضح يا شباب ولا؟ ورحت الفكرة؟ قلنا الوقت سبع مقومات، صح يا دكتور حمدي؟ عندكم في الصيدلية سبعة ولا خمسة؟ خمسة. خمسة هو صح الوقت بيش. صح الوقت بيش. يعني احنا اتكلمنا النهارده عن بيش خمسة، خمس مقومات من مقومات الايه؟ مقومات الإمامة التي نال بها محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة التي عاوز التي أريد أن أوضحها وأقف عندها شوية، وهي مقام لماذا عبر الله عز وجل عن المسجد الأقصى بأنه مسجد، مع أنه معروفا قبل ذلك أنه البيت المقدس أو بيت المقدس. ليه عبر بالمسجد؟ فيها تعبير. ليه لما قال النبي الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ ليه المحور ده مهم؟ لماذا قارن بينهم يعني زوجهم لبعض؟ ليه قارن يعني زوج مستقبل؟ خلي بالك بس ركزوا، لا يعني ركز وخلي الإجابة دقيقة. ليه قارن بينهم وقارن أيضا في الأحاديث الصحيحة؟ مش كده ولا لا؟ تشد الرحال إلا ثلاث إيه؟ مساجد. واضح الفكرة؟ طب ليه مجوزهم لبعض ما بيسيبوش بعض؟ ليه ما بيسيبوش بعض؟ واضحة؟ متى يعني إيه الحكمة؟ إيه الحكمة في موضوع أن الله عز وجل قارن المسجدين؟ أعلمية الرسالة الأهمية عن المسجد الحرام. الأخ قال لا يقل أهمية عن المسجد الحرام. ممتاز. إيه التعليق؟ العداء المستمر بين المسلمين واليهود. العداء المستمر بين المسلمين واليهود. حلو جميل. ها؟ وما يحدث في المستقبل. وما يحدث في المستقبل من ماذا؟ احتلال لي. من الاعتداء. فساد لي وفساد. طيب. ها؟ إنه يفتح ويبقى تبع المسلمين فهو مسجد يبقى تبع المسجد الحرام. والله سأقول الأخ محمود يعني المانع كويس محمود ممتاز جدا واضح. ها؟ انتقال التسلم بالسند يصبح يبقى كده انتقال الصبغة بالإسلام من المسجد الكعبة إلى المسجد الأقصى. استلم النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء
وبعد كده انتقلت الصبغه من المسجد الحرام الى لا هو يعني حته الصبغه دي حلوه يعني هو انتقلت ازاي كان اسمه بيت المقدس بس في الديانه اللي في الديانات السابقه صح اه طيب انا سلمته لكم بس باسمكم سلمته لكم بايه باسمكم مش انتوا عندكم آه لا 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 مقام العبادات في المساجد انتوا عندكم مقام العبادات فين خلاص انا سلمته لكم بالمسجد وهذه كما قال السادة اهل العلم بشرى بان مسجد الاقصى هذه مناسبة يا اخواني هذا حافز وبشرى بانه اذا كان المسجد الاقصى تحت سلطان المسلمين فهم في المقام العالي واذا اخذ منهم فهم في ذيل الامم تفضل هو الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسره إلى بيت المقدس أما الأنبياء جميعا وفي الحديث لا يؤم الرجل في بيته فإمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى بالأنبياء يعني هذا مكانه يعني في بيته هو صلى الله عليه وسلم يعني أصبح في بيته السلطان هي بس احنا عاوزين نوضح نقطة السلطان شوية نقطة السلطان هو التمكن لأن السلطان زي ما انتم عارفين تمكن فبص بقى وكأنك تقول متى تعود للأمة إمامتها وريادتها وحضارتها عندما تسيطر على بيت المسجد الأقصى واضح الفكرة يا شباب ربوا أولادكم على ذلك لأن الله عز وجل رب محمد عليه الصلاة ومحمد صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على ذلك والصحابة رب أبنائهم على ذلك والقواد رب أبنائهم على ذلك لذلك خرج من يقول كيف أضحك والأقصى أسير مثلا مش كده ولا إيه رب ورب يا أخوانا دي نقطة مهمة جدا جدا فتحول المسجد من أسامي ومسميات الديانات السابقة اللي هي البي اللي هو بيت المقدس إلى المسجد وكما قال الأستاذ أستاذنا وشيخنا واخد بالك إن هي إيه طالما أنه صلى في هذا المسجد يبقى أصبح من سلطانك ولا يؤم الرجل في بيته أليس كذلك؟ وهذا مقام شريف مقام شريف واضح الفكرة؟ أريد أن أوضح أمرا يعني بعد هذه المقاومات أرجو أن تكون معكم الحمد لله مفهومة واضحة وقدرنا نوصلها وصلنا الحمد لله ولا كان الواي فاي تعبان حتى لا الواي فاي شغال طيب وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اغلقت امامه الدعوه خلي بالكم لان دي برضو عاوز اركز على شويه اغلقت الدعوه امامه في مكه فاصبحت ارض سبخه عارفين السبخه اول ولا ايه انتوا فلاحين زينا ولا غير صالحة للزراعة يعني غير صالحة ان تستقبل دعوة فتنبتها واضح الحمد لله فاراد ان يبحث عن مكان اخر ارضا خصبة للدعوة زي الفلاح لما بيدور على ارض ذهب الى الطائف لكن حصل بقى زي ما انت عارف التنسيق الامني أئمة قريش اتصلت بأئمة الطائف ده جاي لكم محمد أحسنوا استقباله يعني اجعلوا في صفين كده وهو ماشي صلى الله عليه وسلم في وسط الصفين والأغلمة تلقوا بالطوب والكذب واضحة الفكرة ولا؟ وبعد صراحة كان التنسيق الأمن 10 على 10 فقام سفهاء تعرفين يعني ايه سفهاء؟ مش عارف تصريح انتوا فاهمين يعني لا يعني انتوا فاهمين الموضوع يعني زي نظام البلطجة يعني واخد وقفوا صفين ويعد النور من بينهما ويحاولوا ان يطفئوا هذا النور ويؤذوا هذا النور الذي جاءهم ليخرجهم من الظلمات الى ايه الى النور وهكذا عباد الذين انتكست فطرتهم كما انتكس فطرة من دعا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه صح؟ قالوا كده لا ده غبية فأمطر علينا حجارة إيه؟ من السماء أو ائتنا بعذاب يعني شوف البشرية شوف البشرية لما تنتكس يعني أنت عارف أنت تنتكس يعني ولا الكاس تعمله كده واضحة الفكرة؟ يعني الكاس لما معمول كده تستفيد منه؟ واضحة الفكرة؟ لا تستفيد منه فكذلك الفطر
إذا انتكست وهي انتكست عند بعض الناس نسأل الله العفو والعافية. لكن هنا عاوز أقول لك إن الملائكة معك في المعركة بأمر من المالك سبحانه وتعالى. وهو راجع من الطائف، بس خليك معايا القط اللقطة دي. هو راجع من الطائف ماذا قال؟ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، إلى من تكلمني؟ فيستمع ملك الجبال، فيستمع الله عز وجل هو سامع وحاضر، فيأمر جبريل عليه السلام لينزل. لا بس شوف الدعاء الذي رجى الملأ الأعلى، خلاص ويرى ملك الجبال. قال جبريل، حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ظل سحابة فوقي وسمعت جبريل يقول يا محمد، تمام خلاص معي ملك الجبال، وكان يقول معي ملك الجبال يريد أن يكلمك. فسمح جبريل أن ملك الجبال يكلمه وقال يا محمد مرني أن أطبق عليهم الأخشبين. طيب لماذا قال الأخشبين؟ خلي بالك الأخشبين هو جبلين بمعرفين، بس الجبلين دول ليه؟ وهل لهم علاقة بالقرآن ولا لا؟ ركز يا شباب، لكل كلمة في القرآن معنى ولكل كلمة في الحديث معنى. لماذا قال أطبق عليكم الأخشبين؟ صور الصلابة. ها؟ إحدى صور الصلابة. إحدى صور الغلظة، لأنها أصلا حجارة غليظة. واضح الفكرة ولا لا؟ حجارة إيه؟ غليظة. لما قست قلوبهم ناسبهم أن يطبق عليهم أشد الحجارة قسوة. واضح الفكرة ولا لا؟ لو أنت متذكر لما قال الله عز وجل نبيه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافق واغلظ عليهم، واضح الفكرة؟ ليه؟ لأنهم قلبهم إيه؟ قلوبهم إيه؟ غلظة. وأيضا علي في النار، هذا في الدنيا، في النار عليها ملائكة غلاظ، فناسب أن يكون الجزاء من جنس الإيه؟ حتى الذين يعذبونهم لابد أن يكونوا غلاظ. واضح الفكرة ولا لا؟ حتى الذين يحاربونهم في الدنيا لابد أن يكونوا غلاظ. ما ينفعش القلب الطيب معدوم، ما ينفعش. واضح الفكرة ولا لا؟ يا شوية يا أخوانا، يوجد فرق بين أخلاق أهل الدعوة وأخلاق وأخلاق قيادة الدولة. شتان بين دودين، شتان كبير جدا، ولا بد أن نربى على ذلك. وأنا أقول للأخوة التربويين والأخوة العلماء وهكذا، لا بد أن نركز على أمرين، ربنا الإخوان على أفضل الأخلاق وهي أخلاق أهل الدعوة، خلاص. لكن نريد أيضا أن نتربى على أخلاق أهل الدولة وعليها العدل وعليها سوء الظن بالشخص الذي يريد أن ينخر في جسد الأمة دي أعلاها، وما بينهما أمور كثيرة جدا. ركزوا، فرقوا بين أخلاق أهل الدعوة وأخلاق أهل الدولة، كثير جدا الفرق، كبير. واضح الفكرة؟ لا ده وانت أردت الموضوع ده كبير جدا في القرآن وفي السنة وهكذا. يبقى الملائكة اخواننا في حماس يجيبوا الموضوع ده، هم اخواننا برضو، ما هم حته مننا، ما هو حتتنا، هو مش اخواننا، هو حتتنا برضو. واحنا كنا برضو اخواننا السابقين لما كانوا على جبهه القناه كانوا كده، والاخوان لما كانوا في فلسطين كانوا كده، والاخوان لما كانوا كده كانوا كده. جاهد الكفار واغلظ عليهم، المهم واغلظ عليهم. يبدو أن الوقت انتهى. ولا شيء. أختم؟ لا لا حصل يا رسول الله. مزاد الوقت عند الضمائر طبعاً. أمرك لله. لا أنتم ابتليتم يعني بالضمائر. بنحبهم. فلا بد أيضاً أن تصبروا. وعين الصبر مع الضمائر يبقى صبر مشاهدة. وليس علم الصبر، لكن هنا عينه ليه الصبر. جزاك الله خيرا، قبل الله منا ومنكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا، وأن يوفقنا إلى العمل بالمقومات الإمامة حتى نصل إلى إمامة الدنيا، وهذا هو المراد. كما قال البنا، كيف لكم يا أمة الإسلام يرتقي الله بنبيه في أعلى العلا وأنتم في ذيل الأمة.
الفكرة ولا هكذا قال البنا؟ كيف يلتقي الله عز وجل بنبيه في مقام العلا وأنتم تكونوا في ذيل الأمم؟ هذا أمر ليس فيه تناسق. معقول يا شباب؟ معقول الله عز وجل يرقى بمحمد صلى الله عليه وسلم في مقام العلا؟ يعني أنتم عندي في مقام العلا إذا اتبعتم ما اتبع محمد، ما اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. واضحة الفكرة ولا؟ وأنتم إذا تخليتم عن هذا المقام فأنتم في ذيل الأمم. اللهم أعدنا إلى مقام الإمام كله. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تجعل لنا سهما في عودة الخلافة الإسلامية. اللهم اجعل لنا أسهما وبصمات في عودة الخلافة الإسلامية عدلا على الأمم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا ما هم فيه واشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضاهم يا رب العالمين، وأن تثبت إخواننا، وأن تحفظهم بحفظك، وأن تتولاهم برعايتك، وأن تكلأهم بعينك التي لا تنام، وأن تحفظهم في أولادهم. اللهم احفظ إخواننا في أولادهم، واحفظهم في زويهم. اللهم احفظ إخواننا في أهليهم وزويهم وأولادهم وفي مالهم، واحفظهم يا رب العالمين من كل سوء ومكروه. نسألك يا رب العالمين أن تفرج عنهم ما هم فيه، وأن تجمع بين الرجل وزوجته، وأن تجمع بين الرجل وأهله وأولاده. اللهم إنا نسألك مغفرة لنا يا رب العالمين ولإخواننا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وكانت عشوة زبادية تستحق الحموضة.